أما الآن مع المتسابق علي بن هادي. خلنا ناخذ علي دام ذا حكى. خلنا ناخذ علي. ممكن تسقط عليه هذي. ترى مو فستان طال عمرك. طال عمرك انت. خرب. طيب خلني اجي من جديد. هذا مستهتر هذا. هاي نقص من تقييم. تبي قص الاحتفالات يمين يا اخوي. السلام عليكم. لو سمحت. قول يبينا ذا. يا هلا. يا مرحبا عرف عن نفسك. الله يمسيكم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدك برضه والعافية. اخوكم علي بن هادي. متسابق في برنامج جنتل، قدمت على فقرة رزة لأني إن شاء الله رزة، وبعد ما شفت اللجنة كرام الأستاذ بداح الحيم والأستاذ عبد الله الدفين والأستاذ شهيد بن طاحوس، هذا اللي حفزني على إني أشارك في برنامج أو فقرة رزة. تأثر بالكلام، حياك الله يا علي. الله يبقيك طول عمرك أخوي بداح. أول شيء ما شاء الله تبارك الرحمن، واضح انك محترم الفقره ومجتهد، وهذا شيء يضاف لك بانك جيت بالزي السعودي وبالبشت، ويعني حتى الكماليات ما شاء الله تبارك الرحمن موجوده، السبحه، الساعه، القلم، هذا شيء يضاف لك. ولكن عند دخوليتك كان فيه عدم احترام للجنه والاستهتار، ولكن هذا لا يضر. لا ولكن تسمح لي يا اخوي بداح، رجعت لان شفت في الامر غلط، رجعت ورجعت المرافقين علشان احترام الفقرة. يعطيك العافية. ورجعت بداية حلوة. يعطيك العافية. عندي نقطة بس. لبيه. أبا أنبهك عليها عشان تكون في كمالية. لبيه. الابتسامة. لازم تكون مبتسم. عند دخوليتك كانت فيها رزانة ولكن. مبتسم. ولكن أسمع منك يعني أغتبش الكلام. الله يعطيك العافية. ما يبلش ذا، هذا ردود جاهزة. عندك رشيد. ما شاء الله دخولية كانت حلوة جدا. أسلم. وحتى رزة البشت كانت مطابقة، ولبسة البشت الحقيقية نشوفها أمامنا. الله يطول. وأيضا كان عندي العتب في الصوت، كان الصوت واطي، اللي هي طبقة الصوت كانت جدا واطية، لو أنها يعني رفع الصوت ولا ما شاء الله الرزة والوقفة والكشخة. هنا موجود امامنا. الله يطول عمرك. يا مرحبا اخوي علي. يا مرحبا بك. الله يبقيك. المشيه كانت موفقه ما شاء الله تبارك الله، والرزانه والبشت الحساوي اللي ذكرني في الحساء. الله اسال الله التوفيق لك يا رب، وكلك على بعضك حلو يا ابو هادي. الله يطول عمرك. الله يوفقك يا رب. عندكم كلام اخوان؟ الله يعطيك العافيه. موفق يا دقيقه فضل. بس ترى انا متعلم المشيه الاتيكيت من اخوي رشيد من طاحوس. فعلا فعلا رشيد خير مثال في المشي. انا متعلم المشي المعتدله الرزينه. الله يعطيك العافيه. اتمنى منكم المتسابقين انكم تعيدون فيديوهات رشيد. متعلم ومتعلم الفصاحه من اخوي بداح. الله يطول عمرك. ومتعلم الشخصيه من اخوي عبد الله. الله يطول عمرك يا علي. يا مرحبا. الله يعطيك العافيه. مثال يحتذى فيه. حذياني، لبس الحذياني. لا يا رجل، هذه نقص في التقييم، لبس الحذياني. يعطيك العافية. لبيك ما أدري عادي ثياب ولا وشو ولا أي شيء أي شيء.